بسم الله يا ابو الابن وروح قدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ايه في حكايه. ايه اليوم انجيل معلمنا مرقس اصحاح 16 ايه 12 ظهرات القيامه. يقول الكتاب المقدس: وبعد ذلك ظهر بهيئه اخرى لاثنين منهم وهم يمشيان منطلقين الى البريه. وطبعا ده كان المقصود بيت المزيع عمواس. الحاجه الجميله قوي قوي هنا حكايه هيئه اخرى، ظهر بهيئه اخرى. يعني ايه؟ يعني ربنا بعد القيامة ما كانش ظهوره زي قبل القيامة، فكل الناس اللي اتعاملت معاه في الأول معرفتهوش. مار المجدلية افتكرته البستاني، التلميذي عمواس فاكرين واحد ماشي معهم في الطريق، حتى السبع تلميذ على بحر طبرية في يوحنا 21 قال لهم ألعل عندكم إداما أو أكل أو طعام، معرفوش هو مين، إلا في الآخر لما يوحنا قديس يوحنا قال هو الرب. فكلمة ظهر بهيئة أخرى معناها إيه؟ معناها إن ربنا حاضر في وسطينا وفي حياتنا كل يوم، وبيظهر في حياتنا بطرق مختلفة، وبيتقابل معانا كل يوم بطرق مختلفة. فإحنا أوقات ما ندركش كده، ممكن بعد شوية ناخد بالنا يا ده الكلام اللي قاله فلان ده حسيت أنه رسالة واضحة من ربنا، كأن ربنا اتكلم على لسانه، لكن أنا وقتها ممكن ما كنش أخد بالي من حاجة زي يا الموقف اللي حصل ده ما كانش صدفة، ده ربنا كان في الموقف ده. فأحيانا ربنا بيتعامل معانا بطرق كتير مختلف، زي ما قال معلمنا بولس في عبرانيين واحد: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. ربنا ليه أنواع وطرق كثيرة بيتعامل فيها مع البشر. ده قصد ربنا في القيامة، أنه حتى الناس اللي تعاملوا معاه أكتر من 3 سنين وقعدوا معاه وكلوا وشربوا معاه ظهر لهم بهيئة أخرى. فمريم المجدلية افتكرته البستاني، التلميذي عمواس فكروه واحد ماشي في الطريق، وربنا عاوز يلفت نظرنا أنه ممكن يكون نشوفه في البستاني فعلا، ممكن نشوفه في واحد بسيط بيوضب جنينة، أو ممكن نشوفه في ناس ماشية في الطريق، ممكن نشوفه في واحد محتاج حاجة زي ما قال التلاميذ عندكم أكل، محتاج حاجة مننا. عشان كده في متى 25 آية 35 يقول: جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، مريضا أو محبوسا فأتيتم. قالوا له: إمتى رب حصل كده؟ حمرنا ما شفناك جعان أو عطشان أو مريض أو محبوس. قال لهم: كل ده ما فعلتموه بأحد أخوتي الأصغر فبي قد فعلتم. يعني أنا كنت موجود فعلا ساعة ما أنتوا قدمتوا الحاجة دي، أنا اللي أخدتها من إيديك، وساعة ما أنا كنت مريض وأنتوا جيتوا زرتوني، أنتوا زرتوني أنا. وهنا الهيئة الأخرى هو هيئة كل محتاج، هيئة كل إنسان بسيط، هيئة كل إنسان بنقابله. فربنا بيتقابل معانا كل يوم. ياريت كل واحد فينا بقى عنده القلب الحساس والودن الحساسة أنه يسمع صوت ربنا في أي موقف بسيط في حياته اليومية، ويشوف ربنا في كل الناس اللي بتعامل معهم كل يوم، ويسمع صوت الله ورسالة الله ليه. فجميل قوي التعبير ده: ظهر لهم بهيئة أخرى. مرقس 16 12 لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.